واحد زي حالتك كده ان شاء الله، يعني لما بيبقى ربنا مديله التوفيق والمحبه من الناس الحمد لله. وعنده ماتش اهلي وزمالك كمان كام يوم، بيبقى حالته ايه؟ ايه نظامه؟ والله مش نظام حاجه طبعا، انا بسمح حضرتك جدا انا في البرنامج. نورني تشرفني ليك. ربنا يخلي حضرتك. لا طبعا ماتش الاهلي والزمالك حدث، حدث كبير طبعا. يعني احنا اخر ماتش فايزين الحمد لله 3-1، فان شاء الله ربنا يكمل الافضليه تبقى لينا ان شاء الله، مستعدين لكده ان شاء الله. يعني اللعيب بيبقى عنده احساس انه يعني معاه التوفيق وحظه عالي، بيقولوا عليك ان انت محظوظ جدا في ماتشات الاهلي والزمالك تحديدا. يا رب ابقى محظوظ في كل الماتشات. مش اهلي والزمالك بس، اتمنى اكون محظوظ في كل الماتشات. يعني تفتكر النتيجه ممكن تتكرر 3-1 دي؟ ان شاء الله احنا بنشتغل ونتعب ونعمل اللي علينا، والتوفيق بتاع ربنا. يعني التوفيق ده ما بيجيش الا للمجتهد، فاحنا لازم نجتهد قوي ونتعب قوي عشان التوفيق يبقى معانا.